مالك يا بنتي في ايه؟ بتعيطي ليه يخرب بيتك؟ ده انت المفروض تقومي تزغرطي، ده كان هيرمينا رمة الكلاب عشان محروس ابن الحرام اللي خلاه ابنه. انت يا بنت ما بترديش ليه؟ مش المفروض نعمل كده؟ انا مش عارفه انا ازاي سمعت كلامك. انا كان عقلي فين؟ اللي عملناه ده عين العقل. واهدي كده واستهدي بالله وامسكي نفسك كده عشان محدش يحس بينا ونتفضح. واحسك عينك تنطقي بكلمه. اللي حصل حصل خلاص. سكي على الموضوع بالضبه والمفتاح. كلها شهر والموضوع هيموت ومحدش هيسال عليه. الله يسامحك. الله يسامحك يا زينب. انت جايبه الجبروت ده منين؟ منه. من عاشر الام يا نجاه. ولا نسيت اللي كان بيعمله في الخلق واللي عمله في ايوب؟ ده حبس الراجل عشان يخطف الولد واتجوز مراته في الحرام حتى ما استناش عدتها تخلص عشان يلحق يخطف الولد. اللي حصله ده من عمايله، من اعمالكم سلط عليكم. ده حتى يختي ما تكونش عليه الرحمه، اكيد ربنا هيسامحنا. هيسامحنا ازاي؟ لما تبقي تاخدي الفلوس بطلع اعملي عمره وحج وادعي ربنا هو يسامحك. سيبيني في حالي يا زينب، سيبيني في حالي. الله يرضى عليك. شوقك يا اختي بكره تزقططي من الفرحه لما نتمرمغ بفلوسه، وساعتها هتدعي لي كمان. نجات الحقيني يا نجات. نجات فين؟ انا بسقط يا نجات. فين؟ انا بسقط يا نجات. الحقيني يا لهوي. اكتبي لي اسعاف يا لهوي. اكتبي لي اسعاف. الله يخرب بيتك. اكتبي لي اسعاف. ده عقاب ربنا. ده عقاب ربنا يا زينب. ده عقاب ربنا يا زينب. يا زينب بتقولي من عمرها مش هتقطع عليكم يا زينب. انا هقعد يا زينب. الراجل مات والواد مات. اسكتي يا نجات. اتأخرت ليه؟ كان عندي مصلحة في السخنة خلصتها وجيت لك اهو. ها طمنيني، الأمانة وصلت؟ وصلت يا بنت الايه لعيبة. عيب عليك، هو أنا مش قلت لك قبل كده يفوز باللذات كل مغامر؟ مش طالبة عمق الله يكرمك. طب اتقل. ايه ده يا سماح؟ فين بقية الحاجة؟ بقية الحاجة لما تجيب بقية الفلوس دي بس العينة. مالك متسربة على ايه؟ انت بتخونيني يا سماحة. اخونك انت يا قطة؟ اخسى عليك والنبي اوعى تقول كده. وبعدين العشرة مليون دول اللي انا بعت جبت بيهم البضاعة ما يجوش شوية فكة قصاد تمنها في السوق؟ وانت فاكرني عبيطة ولا ايه؟ ما انا سألت وعرفت يا اخويا الكوكايين بيتباع بكام في السوق في الايام العادية، وعرفت كمان بيتباع بقد ايه في المواسم والاعياد. يعني من الاخر كده دول هيبقوا شوية فكة بالنسبة لتمن الحاجة.
فانت لما تجيب بقى بقيه الفلوس بالليل ابقى اطلع لك بقيه البضاعه كلها. انا مش قلت لك انت مش سهله؟ انت لسه شفت حاجه. طب ما تيجي نحتفل. نحتفل لما تجيب بقيه الفلوس. ماشي يا حلوه. سلام. سلام. معلش يا معلم هتموتي، انا عارف اني بتقل عليك. ما تقولش كده يا ايوب، دي معرفة الرجال كنوز وانت ابو الرجولة. بس انا قصرت معاك في حاجة او حد من رجالتي قصر معاك في حاجة؟ حق ربنا لا. يبقى ملوش لازمة الكلام اللي انت بتقوله ده. ده انا مخلي رجالتي عاملين زي النحلة عشان مصلحتك تتم وتجيب حقك من ولاد الكلب دول. اقول لك على حاجة، ليه ما نخلص من ولاد الكلب دول ورا بعضهم احسن من اللف والدوران ده كله. كله بالاصول يا معلم، كل واحد وليه ميعاد. اللي انت شايفه ايوه، بس عايز اقول لك على حاجه. ايه؟ خد بالك من المحامي اللي اسمه منصور. ماله؟ عمال يعمل كده حاجات مش طبيعيه، عامل زي الكلب السعران، وعمال كده يشمشم ورا باهر ولطفي، وبيتقابل مع موظفين بنوك كتير. خد حذرك منه يا ايوب. متقلقش منه، مش هيلحق يعمل اي حاجه، هيشرف في السجن قريب. المهم انت رجالتك ما تشيلش عينيها من على حسن، عشان اللي انا رسمه في دماغي يمشي بالظبط. العين دي قبل العين دي يا ايوب. تسلم عيونك. عايز حاجه؟ تسلم. لا 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 عند رسول الله. لما لقيتك كلمتني عرفت ان انت لقيت حاجه من اللي قلت لك عليها، احنا مصلحتنا واحده يا غالي. مع اني مش مطمن لك، بس اتمنى تقدر تساعدني. على الطلاق لو ساعدك، بس تديني اي حاجه بس تدلني على اولاد الهرمه دول. طب امسك دي الفلاشه اللي عليها تفريغات الكاميرا بتاعت البنك. الفلاشه دي عليها شخصين، لو عرفت توصل لواحد فيهم اظن ممكن نعرف مين اللي ورا الحوار ده. كده تعجبني. وده صور من الورق اللي انت كنت طلبته. حلو قوي، بس يا رب تعرف تعمل حاجه. اي قصقصه هنا يا غالي ممكن تكون انت شايفها ملهاش لازمه، بالنسبه لنا ممكن تكون دليل وتخلينا نوصل لحاجه. طب ركز لي بقى، في واحد من الكاميرا اللي قطعهم دول اسمه ماهر. الراجل ده كان شغال معانا في فرع تاني من فروع البنك، لما كانوا سجنوه عشان قضيه اختلاس من البنك. المهم يعني خرجوه عشان قدر يدفع عليه بالزياده. طب تعرف تجيب لي اسم ماهر ده الحقيقي بالكامل؟ لا طبعا. تمام. خير خير. سجن ايه بقى؟ سجن تورا. تورا. طب ماشي، حابب اكلمك تاني. طب في حاجه اعملها؟ طيب لا انا هكلمك. انا تسلم يا حبيبي. سلام. تورا وباهر وبنك، شامم ريحه امك في الحوار ده يا ايوب. بس لو طلعت انت هنفخ امك. صفيه، يا صفيه راحت فين دي؟ ايوه تعالى. عايزك ايه؟ بقولك ايه، في واحد كده عايزك تعرفي لي من حبايبك فين اراضيه. وده مين ده اللي مصربعك قوي كده؟ واحد اسمه باهر. استنى، في قاعد يا ابن الزنانه بتزن ليه؟ ايه حسن الوحش ماله؟ لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اقفل اقفل اقفل. في ايه؟ لا اله الا الله، لا اله الا الله. ايه ده؟ ايه يا بنتي اسماء؟ انت لسه صاحيه؟ خشي نامي، وشك هيدبل كده. وانا هخش انام دلوقتي. هو خالد وعثمان اتاخروا ليه؟ اصلهم في شقتك بيظبطوا لك اوضه النوم، وبكره الصبح ان شاء الله هيفرشوا لك العفش كله، وانا هبقى اروح اودي لهم الفطار. ربنا يخليكم ليا وما يحرمنيش منكم ابدا.
على فكره اتبسطت قوي ان عثمان هيجيب لك شقه جديده. تصدقي انا ما حسيتش بموت ابوكي في وجود عثمان. مش بيقولوا اللي خلف ما ماتش؟ اه والله انا بحس عثمان ده ابويا مش اخويا. طب يا حبيبتي ربنا يخليكوا لبعض، بس يلا بقى الجدعاني وهاتي لنا النونو اللي احنا عايزينه واللي انت عايزه تحرمينا منه. الله في ايه يا بنت مالك؟ لا ما فيش حاجه، انا مبسوطه عادي. مبسوطه؟ اه انا مش هحرمك من حاجه يا ماما. حاضر. طب يلا يلا بقى يا حبيبتي عشان تقومي تنامي عشان تصحي كده فايقه ومنوره وزي القمر كده. يلا هانت اهي وهتتجوزي. يلا يلا فين بقى خطر؟ لما ابقى اشوف الفلوس الاول ابقى اوريك. انت مجنونه ولا ايه يا بت؟ ما لو عايزه انصب عليكي كنت نصبت، ولو عايزه اقتلك واخد الحاجه كنت قتلتك، ما انا عارف اللي هي عندك هنا في البيت، فما تعمليش عليا مفتحه علشان مش هتسلكي معايا. طب باللي ريقي طيب. مش عصبي كده. اتقل دقيق. اوبا حلو الكلام ده. بس انا بقى كان ليا عندك سؤال. ارغي يا سماح. معلش يعني من غير غلاسه كده، ممكن اعرف الناس دي بتدفع كميه الفلوس دي كلها في الكوكايين ليه؟ هو بيعمل ايه يعني؟ يا بنت الكوكايين ده الخلطه السحريه بتاعت ولاد الناس والملوك والبشوات، علشان كده تمنها غالي. همشي انا بقى علشان اشوف حالي. ماشي ماشي. المهم هتيجي تاني؟ ده انا هاجي تاني والتالت ورابع. خلي بالك انت بس على نفسك يا حبيبتي. والله لعبت معاكي يا بنتي يا سماح. وهتلعبي بالفلوس لعب. الو. بقول لك ايه يا كبير؟ فيا معلم هتهوتي على الصبح خير؟ حسن تعيش انت. ايه؟ يا بنت ايه الاخبار؟ ايه؟ نهار اسود ومنيل. بنت الكلب زينب دي بعد ما قتلت حسن هتقول ان الواد مش ابنه. هتوديني في 60 داهية. يا نهار اسود. اعمل ايه يا رب؟ اعمل ايه؟ الو اي حد؟ محمد كلم السمسار قول له اني عايزه ابيع الشقه. هيا يا زينب عايزك بالراحة كده تحكي لي كل اللي حصل بالتفصيل. حاولي بس. الراجل ما شفناهوش من بعد ما خرج من السجن. طب والناس اللي سمعت صوتك انت ونجات وانتوا بتتخانقوا وشهدت بالكلام ده، ايه رأيك في كلامهم؟ نجات دي كان عقلها خفيف، هي اللي قتلته كانت عايزة تلبسها لي. خرجت تصوت قبل ما تموت. وقتلته فين بقى؟ ما اعرفش. بص يا زينب واضح انك ما تعرفيش ان العلم اتطور، والظاهر كده انكم ما لحقتوش تخفوا كل الادوات اللي استخدمتوها في الجريمه. من سوء حظكم ان الميه في اليوم ده كانت ضعيفه، كان في اصلاحات قريبه منكم فاضطروا يقللوا ضخها في البيوت،
فريق البحث لما لقى بقايا دم وشعر لسه ما نزلتش مع الصرف افتكروه دمك لما نزفتي، لكن لما حللوه لقوا البقايا الحسن. ها؟ وبالبلدي كده يا زينب لسه طازه. ده معنى ايه؟ معنى ان حسن كان بايت عندكم في البيت. ده غير اثار البطاس وازايزه الكتيره والجراكن اللي لقيناها. من سوء حظكم انكم ما قدرتوش تتخلصوا منها او ترموها، ومن حسن حظنا ان مشكلتك مع نجاه ما سمحتلكوش بالفرصه انكم تتخلصوا من كل الادوات في مسرح الجريمه. أقول تاني ولا تقول انتي؟ أنا هقول على كل حاجة. إيه ده بس يا أيوب؟ قول لي بتفكر في إيه؟ كل اللي مخطط له باظ، كل اللي مخطط له باظ. يعني ولاد الكلب دول ما كانوش قادرين يستنوا كام يوم لحد ما اللي أنا رسمه في دماغي يتنفذ. تأتي الرياع مما لا تشتهي السفن يا أيوب أخويا. طب قول لي أنت بتفكر في إيه وأنا أفكر معاك؟ بدل ما انا لا مؤاخذه مش فاهم حاجة كده. مخ واقف يا معلم، انت عارف فكر. بس انا كل اللي طالبه منك حاجة واحدة بس. أمورني يا أيوب. منصور. اشمعنى؟ عايز أعرف بينام إمتى؟ وبيصحى إمتى؟ النفس اللي بيتنفسه شكله إيه؟ ما تقلقش، أنا مشبك معاه واحد قاطر كل اللي بيعمله. اتقل نكلمه. ألو. ايه يا حنكاشة؟ اخبار صاحبنا ايه؟ قابل الواد بتاع البنك امبارح وخد منه فلاشه، وسمعتهم بيقولوا ان فيها تفريغات كاميرا، واتكلم عن واحد اسمه باهر وخد منه شويه ورق كده وطلع على البيت، ومن امبارح ما خرجش. ماشي اقفل. هو ده كل اللي حصل. ما كانش ينفع نضمن حقنا من العقربة دي إلا بكده. تقومي تودي نفسك في داهية وتلفي حبل المشنقة حوالين رقبتك؟ حسد الله يجازيه هو السبب. لما اتجوزها وزور في الورق عشان يسمي ابنها باسمه، حسن ما بيخلفش. دي قضية تانية بعيدة عنك انت ونجاة يا زينب. وبعدين اللي عمله حسن ده مش كان بكامل إرادته برضه؟ لا، العقربة دي كانت بتزله بالولد. وانت ازاي زينب كنت حامل وحسن ما بيخلفش؟ اكتب يا ابني. بناء على محضر انتقالنا وبشأن فتح محضر تحقيق مع المدعوة زينب، اكتب اسمها من البطاقة والمتهمة بقتل زوجها حسن عبد الوحش. قررنا نحن رامي الغمري وكيل النائب العام بالآتي: حبس المتهمة زينب، كمل اسمها من البطاقة، 4 أيام على ذمة التحقيق. ونظراً لظروفها الصحية السيئة، النتيجة عن نزيف حاد ناتج عن سقوط حملها، يتم إيداعها بالمستشفى لحين تعافيها، على أن يتم ترحيلها بعد ذلك إلى القسم التابعة له لاستكمال بقية التحقيق. اللي بسمعه ده يا نهار اسود منيل. ده الراجل بقى فص ملح وده بيسماح. لو بيقولوا ايه ده دوا كل حته منه في خرابه لغايه ما الدبان لزق ما عرفلوش طريق جره. طب وعرفوا ازاي؟ على راي المثل، ما شافوهمش وهم بيسرقوا، بس شافوهم وهم بيتحاسبوا. كشفوهم يعني؟ كشفوا البت زينب وقبضوا عليها، بس نجات ايه خدتها من قصرها وماتت. يلا غلط في داهيه، بس هو يستاهل اللي جراله. اهلا 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 يا حبيبتي. شوفي لك حاجه تعمليها يا حبيبتي. يلا. مالك فرحانه قوي كده ليه؟ على دخلتك جالي خبر يسوى مليون جنيه، خلاني طايره 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 في الهوا. طب بقول لك ايه؟ ما تيجي اعزمك على غدا. يا سلام، يلا بينا. اتفضلي. ميرسي. اتفضلي. دخل دول جوه يا حماده. ازيك يا بريزة؟ صباح الفل يا جناب، وحمد لله على السلامة. استاذ مصطفى جمال جه جوه وقلت له استناك.
هات لي شيء حالا. اهلا اهلا، ازيك يا استاذ مصطفى؟ ازي حضرتك؟ انا اسف جدا، شكلي جيت في وقت مش مناسب، اعذرني. خالص، انت تشرف في اي وقت. انا كنت هكلمك كده كده عشان اطمن. عمرك اطول من عمري، ده انا اللي كنت عايز اطمن. لا اطمن على الاخر، انا عنده وعدي. وانا كمان. اتفضل، دي الروايه متراجعه على ايد مراجع صاحبي جدا، ومتمسقه وجاهزه على الطبع كمان. ودي نسخه عشان عارف ان حضرتك بتحب القرايه، وبالمره برضو تبص عليها يمكن تغير رايك. انا قلت لك انا عمري ما هغير رايي ابدا، لاني عارفك كويس وعارف انك بتكتب ازاي. دي شهاده غاليه عندها واعتز بيها، بس ده ما يمنعش ان انا هقرا عشان استمتع، وهاخد اهداء منك على اول نسخه الطبع ان شاء الله. طبعا يشرفني، انا اسف جدا عطلتك. خلاص هستأذن. اتفضل. مع السلامه. مع السلامه يا استاذ مصطفى. مع السلامه. الشيء يا باشا، عايزك تعرف لي اذا كانت رغده عرفت ان حسن مات ولا لا. هو حسن مات؟ انت هتبرق لي لسه؟ روح اعرف لي من البنت اللي شغاله عندها اذا كانت عرفت ان حسن مات ولا لا، ولو عرفت بتفكر في ايه. ماشي ماشي. ربنا رحمك يا حسن اللي كنت عامله فيك. ايه يا سماح مالك؟ انت ليه لسه شغله بالك باللي فات يا حبيبتي؟ ما تنسي بقى احنا عايزين نعمل طلعه جديده. لا 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 لا، طلعه جديده ايه وبتاع ايه؟ اتقل شويه مش بسرعه كده. ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ انت مش كان قلبك ميت ولا ايه؟ كان قلبي ميت في الطلعه الاولانيه، ايام ما كانش عندي حاجه خاف عليها، لكن دلوقتي انا بقى عندي اللي خاف عليه، عشان كده الطلعه الجديده دي لازم تتعمل بتأني، علشان ما تكحولش وجع على وشي وضيع كل اللي وصلت له. طيب بقول لك ايه، احنا مش عايزين نطول علشان الناس هتستعجلنا. ما تقلقش. ماشي. قال لي قول لي صحيح، انت الموضوع ده عملته مع كام واحده قبلي قبل كده؟ ولا واحده يا بنتي. وتحب احلف لك؟ ماشي، اقسم بالله يا ستي. خلاص ماشي، دي معناها ان انا مصدقاك. بص يا ستي، انا عمري ما كنت حاسس ان انا مشدود لحد اول الدرجه دي، او حتى كنت افكر اعرفه اسرار حياتي او شغلي، بس انتي الموضوع معاكي غريب، عرفت تسرقي بجد؟ يا بنتي انا ما فيش واحده قعدت معايا اسبوع الا وكنت حالق لها، بس انتي الموضوع معاكي خطر من اول يوم ما شفتك وانتي مجنناني. ولسه هجننك اكتر واكتر. وماله، مش عيب؟ يا عثمان. الو، ازيك يا ايوب؟ انا تمام الحمد لله، ازيكم انتوا؟ احنا كويسين يا حبيبي، انا باكد عليك اوعى ما تجيش. لا طبعا هاجي ان شاء الله. انتوا مش محتاجين حاجه؟ احنا محتاجينك تيجي نتشرف بيك ان شاء الله باذن الله. طيب مع السلامه حبيبي. مع السلامه يا عثمان. منصوري ننوستي، ده انا قلت هلاقيك نايم. وحد يجيله نوم؟ الحوار ده شاغل دماغه. قوليلي، عرفت حاجه عن اسم باهر ده؟ بس عرفت انه بح اتبخر، هرب بره مصر. ازاي يعني؟ انت متاكده من الكلام ده؟ سالت حبايبي هما اللي قالوا لي. يبقى مفيش قدامي غيرك بقى يا ايوب. بس ايه بقى الحاجة اللي لو دراعه بيها وخليه يرجع لورا؟ اقول لك انا، ايش ايش ايش، الله اكبر علينا، ايه الحلاوة دي؟ على فين العزم؟ انجز وقول لي عملت ايه. بنت مرفت بتقول ان سمعتها بتتكلم في التليفون وكانت شايطة على الاخر، كانت بتكلم السمسار وعايزة تبيع الشقة بتاعتها. حلو كده، يبقى اللي انا فكرت فيه طلع مظبوط، ورغده بدات تقلق وتخاف. حلو، لو تقول لي بس ايه اللي في دماغك عشان امشي معاك. بعدين
المهم اسمع، انا عايزك دلوقتي تنزل المطبعه وتبدا شغل في طباعه الكتاب. طبعا انت بقيت فاهم المكنه بتشتغل ازاي، تمام؟ تمام. معلش انا عارف ان الوقت متاخر وانت اكيد تعبان وعايز ترتاح، بس مفيش وقت قدامنا، لازم ننجز في الشغل. تقلقش عليا جدع، مش تاخر عليك. سلام. سلام يا جناب. ألف مبروك يا عمي. الله يبارك فيك. الله. أمال فين سماح؟ ما جاتش معاك ليه؟ مش عارف. يمكن تيجي بعد شوية. طب تعال تعال عشان تسلم على عروسة. تعال تعال يا حبيبي. تعال يا حبيبي تعال. تعال يا أيوب. سلم بقى على العروسة والعريس. مبروك. الله يبارك فيك. نورت الدنيا أيوب. حبيبنا يرقص بقى. فرح اختي فرح اختي قلب قايد والعنان هو ماله في المحيط. حبيبي انت ماشي على طول كده يا ابني؟ هي دي الاصول برضو ولا انت مصمم تزعلني منك؟ انا كنت خارج اشم هوا. ما تزعلش. من ايه؟ انت فاهم وانا فاهمه. ربنا يسعدها ويتمم لها بخير ان شاء الله. ادي دول لاسماء. ايه ده يا ابني؟ هو احنا في بينا حاجات زي دي؟ دي هديه مني ليها عشان خاطري. عشان خاطري. ايوه بس عشان خاطري. ماشي. طب رايح فين؟ انت لسه ما قعدتش. معلش يا عمتي
عندي مشوار مهم ولازم اروح. مبروك. الله يبارك فيك. السلام عليكم ورحمه الله. اهلا اهلا يا سيدنا الشيخ. اهلا 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 وسهلا يا سيدنا الشيخ. اهلا وسهلا. اهلا بيك. ايه يا سيدنا الشيخ، هو انت بتشبه عليه ولا ايه؟ هو انتوا تعرفوا هذا الشاب الخلوق؟ ده ابن اخويا. في ايه يا سيدنا الشيخ؟ بساطتك ليه قلقتني؟ في ايه خير؟ خيرا يا حاجه صباح، والله خيرا. واضح ان هذا الشاب بيحبكم جدا. انت تعرفه؟ وليلة ليلة 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 من عمري، ليلة بكل الزمان. ايه ده؟ لا مفيش عروسة ليلة الدخلة تقعد بترنج. انت خايفة؟ متخافيش. اوعى تلميذ لحسن، اقسم بالله لا اقتلك. ايه ده في ايه؟ ولو خايف من امك يبقى قولها اي حاجة عشان تطمنها. في ايه طيب؟ انا عملت حاجة زعلتك؟ الموضوع ملوش علاقة بالزعل. انت صممت انك تتجوزني وهم اجبروني على الجوزة دي، وكلكم ما شاء الله عملتوا اللي انتوا عاوزينه. انا بقى هنا هعمل اللي انا عاوزاه. احنا هنعيش اخوات، كل اللي ليك عندي الاكل والشرب وبس. انت بتقولي ايه؟ زي ما سمعت كده ومش هكرر كلامي تاني. وعلى الله تجيب سيره لحد الاحسن، اقسم بالله لا اقول عليك انك مريض وهخليك تلف ورا المحاكم كلها عشان تثبت العكس. طيب ممكن تستهدي بالله بس؟ انا مستهدئه بالله وما تكلمنيش. امال احنا اتجوزنا ليه؟ من قرفك وزهقك ليل ونهار. اتجوزتك عشان البنت اللي زيي ملهاش حريه انها تختار الراجل اللي هتتجوزه. اتجوزتك من زن امي وقرف اخواتي. اتجوزتك عشان البنت اللي زي بيقعدوا يحوموا حواليها عشان شويه عادات قديمه بتودي للفشل. اتجوزتك عشان الراجل الوحيد اللي انا. سكتي ليه يا اسماء؟ ما تكملي. عايزه تبقى انسان كويس واي بنت في الدنيا تتمناك، بس الحقيقه انت اتفرضت عليا. انت شايفه كده؟ شايفه ولا مش شايفه؟ قصر الكلام. احنا هنعيش مع بعض اخوات، وانا والله العظيم والله هقول للناس ان انا متستته ومتهنيه، بس قول لي بس سيبني واطلع بره.